نزلنا مع المشروع هذا العملاق اللي ببلدية ترقة، أو المشروع اللي راه مشاو له ثلاث تيويات، زوج كيلومتر تحت الماء، والثالث 500 متر. هذا المشروع اللي هو مشروع ضخم بولاية عين تيمشانت، وخاصة للفندق فندق أو كومبلكس المركب السياحي الطبي محي الدين ببلدية ترقة، اللي راه يحتضن هذا المشروع. ورانا اليوم نطلبوا رب العالمين إن شاء الله يكون البحر كالم باش يكملوا الخدمة تاعهم. راهم داو تقريب ليش عشان اللي راهم داير، لا عشان مات 256 متر، 256 متر. On est le tronçon qui va être monté maintenant, qui est en flottaison, c'est 256 mètres. Le premier qui a été posé, c'est à 256 aussi. Donc, on est maintenant à presque 512, 510. Parce qu'il y a la partie terrigène qui manquait en premier lieu. On était à 110 mètres en partie terrigène, partie plage. Maintenant, on est à 90, presque 80 mètres. Le sable, il monte, il descend. Donc, c'est variable. C'est variable. Voilà. Okay. هذه ميدي ترازم، هذه المؤسسة، بارك الله فيك، هذه المؤسسة اللي كنا تعرفنا عليها، المؤسسة تاع الإخوة التوانسة اللي يقوموا بالعمل تاعهم الجبار هذا ببلدية ترقة، والمشروع يعني مشروع عملاق لولاية عين تيمشانت، ثمرة لولاية عين تيمشانت. نحن قناة أحداث اليوم أو صفحة أحداث اليوم دائما في الميدان معهم، ورانا إن شاء الله بحول الله نكمل التغطية ونروح معهم حتى لهذه 200 بليس، يعني قريب 300 متر في البحر. المشروع هذا اللي راه يقوموا به، وطبعا مشروع ضخم لولايه عين تيمشانت اللي ان شاء الله يولي بالخير على ولايه عين تيمشانت. احنا راك تشوف رانا مع هذا المدير تاع هذه المؤسسه او صاحب هذه المؤسسه التونسيه، ومعاه بالتنسيق مع مؤسسه ولائيه او مؤسسه جزائريه، ومع لي تيكنيسا او كما نسميهم لي ميت مهجر، راهم يقوموا بالعمل تاعهم على وجه صافي، يعني باش ذاك. وها هي القواديس الاخرين اللي غادي يوصلوا لهاد او لي تيو اللي غادي يوصلوا ل 2 كيلومتر، يعني على حسب المعلومه تاع صاحب المشروع قال لك تقريبا يعني يكون الحال شباب، يعني من على اسبوع ان شاء الله هادو كلهم يكونوا هنا. الحاجه الوحيده اللي كذلك هو يقول لك ها هي الشط او البحر اللي كنا نحفر فيه، وكان الناس يقولوا كذا كذا، ها هو البحر كله كيما كان، ها هو المشروع هنا راه امامنا، وان شاء الله بحول الله تبدا العمليه تكمل بعد اسبوع. المهم درنا اليوم لكم التغذيه باش يعرفوا حقيقه هذا المشروع الضخم اللي تاع ولايه عين تيمشانت اللي تفتخر به ولايه عين تيمشانت، وهي يقدموا هذه التيويات اللي راهم غادي يلحقوا في قاع البحر، يعني 35 متر تحت البحر، 2 كيلومتر من الشط الى 2 كيلومتر، باش يجيبوا المياه المالحه او المياه تاع البحر لهذا المشروع تاع باش يديروا لي بيسين الصحيه، يعني هذه لي بيسين اللي تستفاد منها بعض الناس اللي راهم يروحوا للخارج، بدل ما يروحوا للخارج بالعمله الصعبه يبقى هنا في بلدي ترقة، يتداوى يلقى اللي يديروا لي ميساج المساج، ويلقى الطب، ويلقى يعني بدل ما يغدى بالعمله الصعبه يجي هنا يداوي.